رئيس جمعية ولاد المريم التلمية للتضامن من جانب مسجد ولاد المريم بالمناسبة موسم ولاد المريم السنوي. نشكر جميع الحضور ونتقدم الشكر الجزيل لجميع من ساهم في هذا الموسم من قريب أو بعيد، ونرحب مرة أخرى في ابناء العمومة وإخواننا ولاد المريم والضيوف الكرام، وشكرا على الزيارة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في من الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافينا في من عافيت، توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك يا رب العالمين. اللهم لا تدع في جمعنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا عيب إلا سترته، ولا حمل إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسه، ولا مريض إلا شفيته وعافيته، بجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فسامحنا، وتواب تحب التوبة فتب علينا، وتب على العصاة والمذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم جنبنا الحرام ما ظهر منه وما بطن. اللهم يا رب نسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قو إيماننا وقو رسول الله تعالى.
Thank you.